السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. في هذا الموضوع إن شاء الله ردا على أخونا عبد العزيز من السعودية، موضوع العقار. كل مرة كل ما نزل فيديو يكتب لي في التعليقات بدي موضوع عن العقار. هذا الموضوع إن شاء الله لعبد العزيز وللناس اللي بدها تستفيد من موضوع العقار بالتحديد في جمهورية بيلاروسيا أو ما تسمى بروسيا البيضاء. وقبل أن نبدأ، إذا عندك أي سؤال أو أي تعليق أو أي موضوع حابب نحكي فيه اتركه بالتعليقات مثل عبد العزيز، ولا تنسى الاشتراك في القناة إذا بهمك موضوع بيلاروسيا. كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب ما بقدر إن شاء الله راح يكون موضوع عن بيلاروسيا بشكل مختلف. أنواع العقارات في بيلاروسيا، سواء بيوت عادية مثل كذا أو شقق مثل كذا. ومثل ما قلنا، أهم أنواع العقارات في بيلاروسيا اللي هو ممكن يعني تستطيع أنك تحصل على إقامة عن طريق العقار، اللي هو سواء الشقق اللي هو داخل بناية كبيرة أو اللي هي البيوت العادية. أهم ميزات شراء العقار في بيلاروسيا، أولا هو الحصول على إقامة سنوية. ما دمت تملك العقار يحق لك إقامة سنوية تجددها أنت بشكل شخصي كل سنة قبل ما تنتهي بمدة أسبوعين. هذا بالنسبة للميزة الأولى. أما الميزة الثانية فهي بيحق لك أنك تقدم على فيزا متعددة، مثلا في حالة أن أنت واحد مشغول ما تقدرش تكون موجود هنا بشكل كبير في بيلاروسيا، بتقدم على هذه الفيزا المتعددة. الفيزا المتعددة ممكن تطلع وقت ما بدك وتخرج وقت ما بدك من بيلاروسيا، مثلك مثل المواطن البيلاروسي. أيضا من ميزات شراء الشقة في بيلاروسيا، إذا أنت مش موجود هنا ممكن تأجر الشقة. يعني لو أخذنا مثلا شقة في مدينة مينسك، أقل شقة تقريبا سعرها اليومي لو بدك تأجرها بشكل يومي هو 25 دولار. هذه الشقة يعني الأقل سعر ممكن تحصله بمينسك بالنسبة للسعر الشهري، أو عفوا بالسعر اليومي. بالنسبة للسعر الشهري أقل شقة تقريبا ممكن تحصلها، إذا حصلتها بتكون 250 دولار، إذا أنت بدك تأجرها بشكل شهري. هذا للناس اللي بده يأخذ اللي هو الشقة فقط مثلا لفترة قصيرة، مثلا لما يجي مثلا بالصيف هنا وما بتهموش الإقامة بشكل كبير، ولا بهمه انه يجي وقت ما بده ويخرج وقت ما بده. هذا بالنسبة للميزات شراء العقار. طيب شو هي السلبيات اللي ممكن تواجهك في شراء العقار؟ اولا يحق للشخص فقط المشتري، يعني المالك هو الشخص اللي يحق له انه يأخذ إقامة وفيزا متعددة، يعني ما يحق لأي حدا من عائلته مثلا نقول انا بشتريها او بجيب عائلتي، هذا القانون لا يحق، فقط اللي هو من يملك او من يتملك العقار هو الشخص الوحيد اللي يحق له تقديم على الإقامة السنوية. السلبية رقم 2 انه لا يحق لك العمل في بيلاروسيا، لا يحق لك العمل في بيلاروسيا الا باستخراج ما يسمى برخصة خاصة للعمل. هذه نوعا ما صعبة ان الواحد يستخرجها في بيلاروسيا. وايضا من السلبيات انه تمديد الاقامه سنوي على حسابك الشخصي، طبعا السعر مش غالي بس اهم شيء انه انت تقوم بهذه العمليه. سعرها تقريبا تمديد الاقامه بحدود 35 دولار، يعني 70 او 73 روبل بيلاروسي. اسعار الشقق في مينسك للاسف الشديد من السلبيات ايضا انها غاليه جدا، يعني لو اخذنا مثلا بعرفش انا غالي جدا مثلا مقارنه مع اوروبا، ممكن تكون رخيصه بس يمكن الدول العربيه رخيصة غالي او كذا. يعني تحكي لكم مثلا على سبيل المثال شقه في مينسك تقريبا 60 متر بحدود يعني سعرها ممكن يكون 70,000 دولار، يعني المتر تقريبا بيطلع ب 1,000-1,500 دولار المتر المربع. هذا بالنسبه لبنايه جاهز، يعني شقه جاهزه بتشتريها انت من الناس. اما اذا انت بدك تشتري شقه لسه عظم او ما تسمى يعني قبل الانتهاء من بنائها، تقريبا برضه بيكون كمان اللي هو سعرها من 1,000 ل 1,500، ولكن بدون اللي هو العمل الداخلي، فقط اللي هو العظم او الهيكل انت بتشتريها بهذا السعر. يعني بحط يمكن اتوقع الشبابيك والابواب كذا، بس الداخل التقطيع برضه بيكون مقطعه، بس الداخل الشغل الداخلي بيكون على حسابك انت، يا بتكمله بنفسك او انت بتدفع لهم وبيكملوا لك اياه بالطريقه اللي بدك اياها. ونأتي بعد ما شفنا يعني معلومات عامة عن العقار إلى شروط الحصول على العقار أو شراء العقار. في هناك عدة شروط لازم توفرها حتى أنت تستطيع شراء العقار. أول شرط أنه تكون أنت موجود داخليا، أنت شخصيا تكون موجود داخل بيلاروسيا
أو عن طريق توكيل، يعني توكل لشخص معين إنه يشتري لك العقار أو الشقة أو البيت باسمك. هذا أهم شرط حتى تقدر تشتري اللي هو العقار. 2، ترجمة الجواز للغة البيلاروسية واعتمادها من المكاتب أو مكاتب العدل البيلاروسية. يفضل ويستحسن أنه يترجم داخل بيلاروسيا وليست خارجها لمثل هذه الأشياء، حتى يكون يقدروا يشوفوا اللي هو ختم مكتب العدل، بيكون أسهل بالتعامل. وأهم شيء برضو يكون معك مترجم بالنسبة للغتك، سواء عربي أو إنجليزي، يكون بيفهم عليك وبتفهم عليه. هذا شرط أن يكون موجود حتى تقدر تسجل العقار. أنت ما بتعرفش لغة، مستحيل يسجل العقار إلا إذا كنت أنت تعرف لغة مثلا الروسية، أو يكون معك مترجم معتمد. فترة تسجيل العقار كم؟ يعني لو أنت بدك تيجي مثلا يوم، يومين، 10 شهر، كم بدك وقت حتى تسجل العقار؟ عملية تسجيل العقار في الدوائر الحكومية تقريبا كحد أقصى إذا أنت بدك تمدد فيها تأخذ معك مدة أسبوع بعد شراء العقار وعمل عقد العقار، يعني أسبوع بحد أكثر. الحصول على الإقامة كحد أكثر اللي هو تقريبا أسبوعين، والفيزا المتعددة تقريبا 10 أيام. يعني لو نأخذها المجمل بشكل عام حتى تحصل أنت على الإقامة السنوية بالإضافة للفيزا تقريبا بدها مدة الشهر. ما هي المتطلبات؟ انت بدك تروح تقدم على الإقامة حتى تحصل عليها، شو الأشياء المفروض تكون معك حتى انت تقدم عليها؟ أول شغلة لازم يكون معك أوراق الشقة اللي انت سجلتها بالدوائر الحكومية، هذا الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، لازم تكون الشقة اللي انت اشتريتها انها تكون يعني مناسبة للعيش، يعني مش تكون مثلا شقة مكسرة، شقة محطمة بس كذا منظر عشان تأخذ الإقامة، لأنه ممكن يجوا عليها وشوفوا يتأكدوا هل الشقة فعلا انت شريتها فعلا هي ممكن الواحد يعيش فيها، ولا بس منظر انك انت عشان تأخذ اللي هو الإقامة. ايضا من ضمن المتطلبات لازم يكون معك تأمين صحي بيلاروسي سعره تقريبا سنويا 200 دولار. هذا التأمين ضروري يكون معك لما تروح تقدم للحصول على الإقامة. ايضا لازم تكون دافع سعر الإقامة مثل ما حكينا، سعرها تقريبا سنويا 35 دولار اللي هو 70 او 73 روبل بيلاروسي. ولازم يكون معك مترجم لما تيجي انت على الدوائر والجوازات، لما تيجي تعمل الإقامة لازم يكون معك حدا يقدر يحكي معاهم مش بالإنجليزي، لازم يكون معك بالروسي خاصة في موضوع العقار. وأهم شيء مثل ما قلنا ما تنسى أن يكون جوازك مترجم للغة الروسية ومعتمد من مكاتب العدل البيلاروسية. ولو أخذنا يعني بشكل عام الأسعار، تبدأ الأسعار في بيلاروسيا بالعاصمة تقريبا أقل شقة ممكن تلاقيها 40,000 أو 50,000 فما فوق. ممكن تلاقي أسعار أرخص من كذا بس بتكون بعيدة عن العاصمة أو على أطراف العاصمة. في المدن الثانية ممكن تلاقي ب30,000، ممكن تلاقي ب25,000، ممكن تلاقي ب40,000. طبعا المساحة اللي بحكي عنها أنا تقريبا من 40 ل50 ل60 متر، قليل جدا انك تلاقي شقة ب100 متر او 200 متر او كذا، اقل يعني المتوسط الشقق هنا تقريبا يعني من حتى من 25 متر ل 70 متر، قليل جدا انك تلاقي 100 وفما فوق يعني. الان على الكمبيوتر ان شاء الله راح افرجيكم الموقع او ارجيكم الاسعار كل مدينة تقريبا، كم سعر الشقة، كم ممكن تأجرها وهذه الأشياء. ويلا نشوف الآن الأسعار الشقق مثل ما حكيت لكم عن طريق الموقع. الموقع اسمه كفر اللي هو KOFR مثل ما انتم شايفينه على الشاشة. ولو حطينا أول شيء مدينة مينسك لنشوف الأسعار. مثلا لو شفنا هاي هذه الشقة 3 غرف 63 متر مربع، سعرها 178,000 روبل، يعني هو 85,000 دولار مثل ما انتم شايفين هنا. هذا هو السعر تقريبا في مدينة مينسك، هنا 75,000 دولار 3 غرف 65 متر. برضو هنا لو نزلنا شوي هنا 91 67,000 2 غرفتين وهكذا. يعني الأسعار تقريبا بتكون بهذا الشكل في مدينة مينسك. يعني لو 49 متر مثل ما انتم شايفين غرفتين برضو سعرها 69,000 دولار. هذا الموقع ممتاز لأنه دائما الأشياء اللي بتكون فيه بتكون لأشخاص، يعني مش لشركات، شخص هو اللي بيلن عن شقته. لو أخذنا مدينة ثانية مثلا على سبيل المثال، فيتيبسك مثلا. طبعا مشكلة هذا الموقع أنه فقط بالروسي، حاول أنت تترجم عن طريق جوجل فإن شاء الله بيطلع معك. لو حطينا كذا بحث، يعني مثلا فيتيبسك مثلا لو اخذنا
فيتيبسك، الأسعار في فيتيبسك هاي بحث، يعني فيتيبسك شوف، هاي في شقة 18,000 غرفتين 43 متر، هنا 58 متر 33,000 دولار، 70,000 يعني روبل، وهكذا. هذا الشقوق مثل ما حكينا الناس نفسهم هم اللي بيعرضهم، هي 44 متر مثلا 21,000 دولار، هنا 22,000 دولار 41 متر، طبعا غرفة واحدة هنا، وهكذا. هذا الموقع بيجيب لك يعني معلومات عامة بشكل عام عن اللي هي الشقق الموجودة والناس اللي بيعرضهم، مثلا هي 18,000 غرفة واحدة 33 متر. هاي نبدأ عامة عن هذا الموضوع وقصيرة، اللي عنده أي استفسار أو سؤال يكتب لي بالتعليقات، والموقع الآن بكتب لكم إياه مثل ما أنتم شايفين. حياكم الله. هذا بالنسبة لموضوع العقار لهذا اليوم. اللي عنده أي سؤال أو استفسار كالعادة مما يترك لي بالتعليقات أو يتواصل معي على الرقم الظاهر على هذه الشاشة، لايك وشير وابصر شو والجرس صدى واللي تحت أو كذا فعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.